هذه الفقرة اللي احنا يعني بنتبهدل بنتمرن فيها. قبل ما تبدا شغلها كده لازم تاخد معايا ساعة تمرين هنا تخلص وبعد كده تبدا يومها بقى. طبعا جالنا اسئلة كتيرة جدا بخصوص الجيم والبيرسونال ترينر او المدرب البرايفت. عايزين نعرف ازاي نختار الجيم بتاعنا وازاي نختار بيسألوا ليه فعلا ليه احنا محتاجين مدرب ولا لا واحنا بنروح الجيم بالظبط. الناس بتسأل عايز تعرف يختاروا الجيمات ازاي ونختار ازاي يعني هي ده دي. احنا عامة دايما احلى صباح طبعا لما بنشوفكم يعني بس دايما بنكلمكم على ان انتوا موجودين في البيت وتمرنوا في البيت. في بعض الناس بيبقى عندهم المقدره ان هم يروحوا الجيم. طب لما نيجي نروح الجيم هنعرف نختار الجيمات بتاعتنا ازاي؟ هل اي جيم وخلاص؟ لا بيبقى في اولويات. يعني رقم واحد بنشوف الجيم الاقرب للبيت. بس لو الاقرب للبيت دوت ما فيهوش الامكانيات والاجهزه اللي تساعدنا ان احنا نوصل للجول بتاعنا يبقى مش مهم ان هو يكون اقرب. ممكن نروح واحد ابعد بس يكون لينا تارجت. انا عايز مثلا اخس فانا محتاج ان انا يكون في كلاسز مناسبه ليا اللي هي التدريبات الجماعيه تبقى مناسبه ليا. الاجهزه تبقى الترتيب بتاعها يبقى فيه امان علشان ما يجيليش اي اصابات وانا بتمرن اكيد. فالمدربين نفسهم يكونوا جاهزين دايما ان هم يساعدوني فلازم نتشاك الحاجات ديت. طب بالنسبه كوتش حسام المدربين لو انا عايزه يبقى في معايا مدرب برايفت بختاره على اساس فكره المدرب البرايفت يا فرح مش بس ان انا يكون حد موجود معايا بيديني تمرين. التمرين في ناس ممكن تجيبه من حتت كتيره جدا بس هو بيعمل كاستمايزد او تدريب برنامج معين للشخص ده. وكمان لازم احنا نتاكد ان الشخص اللي احنا بنتمرن معاه ده يبقى سيرتيفايد معاه شهادات في التدريب. ممكن نشوف ليه قصص نجاح ان هو في صور بتاعت حد بيفور وافتر. ده بيفرق كتير في ان احنا يبقى عندنا الثقه في المدرب ده. انه احنا في الاخر نقدر نوصل للتارجت اللي احنا عايزينه. هو اصلا بيوصلنا للتارجت بتاعنا في وقت اقرب وبيخف بيزود السيفتي عندنا في التدريب وكمان بيدينا موتيفيشن. الحاجات ديت ممكن ما نقدرش نعملها لوحدنا. تمام. فانا اعتقد ان دي الحاجات ديت لو بدانا نفكر فيها واحنا بنختار الجيم او بنختار المدرب هتبقى سهل علينا ان احنا نوصل لاحسن نتيجه. اكيد اكيد. طيب عندنا تمرين كتف النهارده. هنتمرن كتف؟ اوكي. كتف احسن دايما من الرجل يعني. تمرينه الرجل بتبقى صعبه على الناس. الكتف عندنا بيتقسم لكتف امامي وجانبي وخلفي. هنحاول نعمل تمرينتين لكل زاويه. اوكي تمام. فهنتعب النهارده. تمرينات الكتف ديت في مثلا لو حد عنده اصابه ممكن الدكتور يطلب منه ان هو يقوي عضلات كتفه او لو حد شكل كتفه محتاج يزيد شويه. فالتمرينات دي بتفرق. نقدر نعملها في البيت بالازايز الميه او ازايز الميه. اوكي تمام. اول تمرينات النهارده هتبقى للكتف الامامي. هنحاول نعمل احنا في البيت هنعمل 15 عده. واحد اثنين. طبعا الحركه لازم تبقى بطيئه عشان نشغل العضله مش كده؟ احاول اكنترول وانا طالع وانا نازل. يعني ما برميش الوزن لفوق وارميه لتحت لا بطلع وبنزل بالراحه. ده اول تمرين هحاول اعمل منه 15. التمرين الثاني ان انا برفع ايديا الاثنين فوق. احنا قلنا الوقفه نفسها مش كده التانيين التانيين ركبتنا شويه. خلاص بقيتي بروفيشنال خلاص تعرفي تقفي ازاي على طول مش محتاج. والله يا كوتش ماشي. وببدا هنا بقى بزق لفوق. 1 انا صح كده؟ 2 3 هي 4 على قد ما اقدر ان انا كويس يبقى قريب. ايوه هي هنزل لحد ال 90 درجة وهطلع. اوكي تمام. ده التمرينين دولت للكتف الامامي. الكتف الجانبي احنا محتاجين ان احنا نشتغل هنا. واحد ومش فردين. كويس متني ثانية صغيرة مش عايز دي عايز دي. واحد اثنين ثلاثة. ارجع ايدك لورا شوية يا فرح. 4 5 كده 6 7 هايل 8 2 كمان 9 10. التمرين اللي بعده حاسه فعلا الكتف الامامي والجانبي مع بعض. الكتف الامامي اللي هو ده اوكي والخلفي اللي هو اللي ورا. الخلفي اللي ورا والجانبي هو اللي في النص. تمام. ايديا هنا هطلع الاثنين مع بعض وبعدين الف كده. بعد كده ابدا التمرين. 1 2 3 4
5 وانا شغال دايما مخي مسدوده وركبتي متنيه وما نخبطش زي ما انا خبطت كده من دول 15 ايه ما نخبطش زي ما انا خبطت كده ما نخبطش ايدينا في بعض. التمرين اللي بعده ده مهم قوي تمام علشان دوت بيساعد ان احنا ظهرنا يبقى مفروض. دي مشكله يعني مشكله اغلب الناس انه احنا دايما قاعدين على الموبايل ودايما قاعدين في المكاتب فظهرنا بالظبط صح. فالتمرين دوت هيقوي عضلات الظهر والكتف الخلفي. انا هنزل هنا هبدا اطلع بالراحه 1 2 هنا بقى احاول ان انا هو يطلع لبره شويه 3 كده الوزن تحت الله 4 هنا يا فرح اوكي كده 5 ايوه واقعد بره شويه 6 بالشكل ده هي كويل بره اكتر شويه كوي هنا كوي مش ايدي ايوه ده ايوه كده بطني مشدوده ظهري مفرود وبتنفس وانا بعمل الحاجه المتعبه. تعبتي؟ لو عملنا التمارين ديت من كل واحده يا فرح ممكن 15 عده 3 مرات هنحس بفرق كبير في قوه كتفنا وكمان هيبعد عندنا اي اصابات. انا اوريدي حاسه بالفرق من دلوقتي. كتفك كبير قوي شايفين العضلات